تهمات وسهلا. ولو يعني بدائية حتى اللحظة حول ملابسات سقوط هؤلاء الصحفيين خلال تغطية أحداث أمس في رابعة العدوية. والله أجهزة الأمن يعني تجري تحرياتها لمعرفة ملابسات مقتل هؤلاء الزملاء، وأعتقد أنها ستصل إلى نتائج كما وبراهين وأدلة تدين أنصار الرئيس المعزول الذين استخدموا كل أساليب العنف ضد الصحفيين المصريين، كما استخدم الرئيس المعزول نفسه وجماعته كل أساليب الاضطهاد ضد الصحفيين المصريين والإعلاميين المصريين الشرفاء الذين عارضوا جماعة الإخوان المسلمين وكشفوا عن سوءاتها منذ اعتلائها السلطة. يعني كأني أفهم منك حتى اللحظة بأنه أصابع الاتهام يعني تشيرون بها إلى مناصري الإخوان ومسلحين في صفوفهم من قاموا بإطلاق النار والاعتداء على الصحفيين. بالطبع لا يوجد غيرهم، هم يعادون الصحفيين، هم يستخدمون ضدهم كل أساليب العنف. لم يكن هناك في مسرح الأحداث سواهم، هم وأجهزة الأمن، ولا أعتقد أن أجهزة الأمن المصرية ستقتل صحفيًا أو إعلاميًا يؤدي عمله. أصابع الاتهام جميعها تتجه إلى جماعة الإخوان المسلمين، فهم الذين قتلوا الزميل الحسيني أبو ضيف أمام الاتحادية عندما كشف سوءتهم، وهم الذين احتجزوا الزميلة من صحيفة اليوم السابع في ميدان النهضة وهددوها بزواج النكاح، وهم الذين يستخدمون كل أساليب العنف والقهر ضد الصحفيين المصريين. طب هل هذا ينطبق أيضا باعتبارك يعني وجهت أصابع الاتهام إلى مناصري الإخوان، هل هذا ينطبق أيضا على الصحفيين محسوبين على الإخوان؟ يعني مثلا حبيبة هي ابنة مستشار الرئيس المعزول على سبيل المثال. هم للأسف الشديد في مسرح الأحداث لا يفرقون بين صحفي وصحفي، هم كل من يحمل كاميرا، كل من يعني يعتقدون أنه يؤدي عملا، هم يعني يظنون أن هذا العمل ضدهم سيكشف أساليبهم الوحشية في التعامل مع أجهزة الأمن وفي التعامل مع المتظاهرين المسالمين المناهضين لهم. كل من يؤدي عمله هو في نظرهم معادي لهم، وهم في مسرح الأحداث لا يفرقون بين صحفي وصحفي. وكما ذكرت فقد ذهبت يعني زميلة عزيزة ضحية لهم نتيجة هذا الغباء يعني من قطع النصير للأسف الشديد. طيب هل يعني هذا مثلا مع الأيام سيصبح ملفا يغلق، أم يعني ستحاولون قدر الإمكان أن لا يغلق، لا أعتقد أن يكون هناك تحقيق لمعرفة ملابسات ما حدث؟ لا بد أن يكون هناك تحقيق. نقابة الصحفيين بالأمس طالبت أجهزة الأمن وطالبت النيابة بالتحقيق الدقيق في لفتح لكشف ملابسات مسرح هؤلاء الزملاء الأعزاء. الزميل الحسيني أبو ضيف رغم مرور عدة أشهر على مصرعه أمام الاتحادية بأيدي الإخوان المسلمين، نقابة الصحفيين تقدمت بطلب للنائب العام السابق وطلبت منه فتح تحقيق، وأعتقد أن التحقيقات جارية في مصرع الزميل الحسيني أبو ضيف. لن يسكت الصحفيين على قتل زملائهم، دماء هؤلاء الصحفيين لن تضيع حضرا. جماعة الإخوان المسلمين التي تعادي الصحفيين وتعادي الإعلاميين وتعتبرهم أعداء لها لأنهم كشفوا سوءاتها وكشفوا سلبياتها وكانوا سببا من أسباب